السادة المهتمين برينا ترانسبلانتيشن النهارده برحب بيكم ونتكلم على موضوع فقاعات الأعمال ونفروجي برسبكتيفز فور إيمونولوجي ورك أب، وهقسمه لتو بارتس عشان ما يبقاش طويل جدا. في البداية طبعا شرف عظيم لي ان انا اخد الصورة مع البروفيسور ميوري اللي هو اول جراح زرع كلى ناجحة في العالم سنة 54 في هارفارد. في ذلك التوقيت كان الإيمونولوجي والإيمون سبريشن في ذير انفنسي، وعشان كده هو اعتمد على ايدنتيكال توين واخضع الكابل للبحث الجنائي وعلشان يتاكد ان هو ايدنتيكال توينز. بعد كده توالت عمليه الترانسبلانتيشن سنه 62 الفيرست ديزيز دونر، بعد كده سنه 66 السمالتينس كيدني بانكرياس، وبعدين ليفر 67 والهارت سنه 68 وهكذا. قبل ما اخش في الايمونولوجي عاوز اقول ان الترانسبلانتيشن ده حصيله عمل فريق مشترك، تيم ورك، مالتي سيلولر تيم ابروتش. في النفروجست مهم، الترانسبلانت سيرجن مهم، النفروباثولوجست مهم، الايمونولوجست في غايه الاهميه، الميكروبيولوجست مهم، الاناثيزيا مهم، كل التخصصات الطبيه مهمه جدا جدا لانها بتخدم على نجاح الترانسبلانتيشن. وعلشان نبدا القصه هبدا بذيس كيس. A 58 year old woman comes to you for the consultation regarding the secondary transplant. Her first transplant has lasted 12 years and is now failing due to chronic antibody mediated rejection. Her husband is a willing and a medically suitable donor. The complement bin cytotoxicity cross match is negative, but more sensitive testing by the use of Leuminex single antigen bead. She is found to have donor specific anti chile antibody against her husband, and the strength of antibody is high, as indicated by mean fluorescence intensity 16,000. She is concerned about antibodies. Synthesis seems to be one of the reasons her current transplant is failing. يبقى موضوع مهم جدا، يا ترى بناء على هذه الحيثيات كروس ماتش نيجاتيف في سكند ترانسبلانت مع وجود انتي تشيل انتي بودز هاي كونسنتريشن بالليمنكس تكنولوجي، يا ترى احنا فين؟ ده هنحله في الاخر. لكن هبدا القصه. انا عندي اميون ريكوجنيشن، عشان يبقى في اميون ريسبونس لازم يبقى في اميون ريكوجنيشن. عندنا تو تايبس اوف اميون ريكوجنيشن، دايركت. والدايركت معناه ان الانتيجين اوف ذا دونر بتبقى presented by the donor antigen present cells مع وجود الميجور هيستوكومباتيبل كومبلكس اوف ذا دونر، ده دايركتلي على طول للتي لمفوسايتس. يبقى ده التي لمفوسايت ذا ريسيبيانت هتتعرف على الدونر انجن اللي مقدمه لها عن طريق الدونر سيلز، يبقى ده اسمها دايركت الوريكوجنيشن. لكن لو الانجن present cells اوف ذا ريسيبيانت زي البي لمفوسايتس والدندريتك وخلافه هي اللي اتعرفت على الانجيوم ذا دونر، عملت لها بروسيسنج وقدمتها للليمفوسايت ريسيبيانت ليمفوسايتس، يبقى هنا الانجيوم بريزنت سيل منين؟ من ريسيبيانت. قدمت الدونر انجن للريسيبيانت ليمفوسايت، يبقى اسمه اندايركت الو ريكوجنيشن. بوث تايبس ابير اكتيف immediately after transplantation while indirect pathway is dominant late after transplantation. اعتقد ان الكلام ده كلام راشنال. ما هي موضوع الميجور هيستا كومباتيبلتي كومبلكس؟ الميجور هيستا كومبلكس عندنا على الشورت ارم في كروموزوم 6 في جينز اللي بتدومينيت القصه ديت، وعندي بيهمنا قوي في دراسه التيش تايبنج والكلام ده، ولا مش موضوعنا النهارده، هيبقى موضوع بعد كده بالتفصيل. يبقى عندي حاجه اسمها كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 1 بيبرزنت الانجينز ل سي تي سايتوكسيك سي دي 8 سيلز، وكلاس 2 بيرزنس الانجن تي هيلبر سيلز اللي هي سي دي 4 سيلز. طب ايه الاستراكشر بتاع كلاس 1؟ الاستراكشر بتاع كلاس 1 عباره عن 3 الفا تشينز، الفا 1 والفا 2 والفا 3، ومعاهم بيتا 2 مايكروجلوبلين. الاستراكشر ده مهم لان له ابلكيشن بعد كده في التعرف على نوع الانتي تشيلاند انتي بوديز. كلاس 2 طبعا الجروف اللي بين الفا 1 والالفا 2 هو ده الجروف اللي بيبقى فيه اتحط في الانجن. انا عندي هنا الكلاس 2 عباره عن 2 الفا و2 بيتا، الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2، الجروف اللي بين الفا 1 والبيتا 1 هو ده اللي بيبقى فيه الانجنز. وزي ما قلنا الميجور هيستوكوميتري كلاس 2 بتبقى بريزنت للتي هيلبر سيل، والثانيه دي للسايتوكسيك تي سيلز اللي هي 1. هنا قبل ما انتقل من النقطه دي عاوز اقول ان كلاس 1 از بريزنتد ان اكسبريسد على كل النيوكلير سيلز، لكن كلاس 2 على الانجن بريزنت سيلز. ساعات ما بيحصل ايمونولوجيكال ستيميوليشن بحاجه زي الانترفيرون بيحصل اكسبريشن للكلاسز، فنخلي بالنا من النقطه دي. بنعمل ماتشنج ازاي؟ احنا قلنا ان انا عندي كلاس 1 وكلاس 2 اللي بيهمنا في ترانسبلانتيشن براكتيكالي كلاس A HLA تايب 1A اند B،
و2 اللي هي الدي ار. يبقى انا عندي 2 كروموزوم زي همت. انا قلنا الجينز موجوده على كروموزوم 6. الكروموزوم 6 انا عندي واحد من الاب واحد من الام. فلو اعتبرنا ان ده ريسيبينت وده دونر، هنا بص في اللوكس واحد في 2 و1 3 29 يبقى مش متشابهين في حاجه خالص. 44 و8 يبقى هنا متشابهين في واحده في لوكس ايت. 4 و3 يبقى مفيش تشابه هنا في الدي ار، يبقى هنا متشابهين في واحده بس في الاتش ال اي بي لوساي. انا لما اجي اتكلم لو اعتبرنا ان ده هيدل ده او العكس، يبقى احنا عندنا كام جين دلوقتي او كام انجن اكسبريسد بالجين؟ احنا بنشوف اللوساي اللي يعتبر انجنز اللي ما لها جينز موجوده في على الكروموزوم، بنشوف ستة اتش ال اي. ده واحد اثنين ثلاثة على الكروموزوم ده، واحد اثنين ثلاثة على الكروموزوم الثاني، وبقارن الستة دول بالستة دول. طيب هل انا بستخدم لغة الماتش؟ يعني اقول ستة على ستة ماتش، ولا بستخدم لغة المس ماتش؟ هما الاثنين معناهم واحد، يعني ده الماتش عكس المس ماتش، لكن مور بروفيشنالي استخدم لغة المس ماتش. يعني انا اقول هنا ده واحد على ستة مس ماتش. الاوروبيان بيست براكتس جايد لاينز رجعت هذا الكلام وحطوا جايد لاينز وقالوا فعلا ان الدي ار مهم جدا جدا في القصه دي. طيب هل احنا نتائجنا بتقول ايه؟ طبعا دي احد المقالات اللي طلعت من المركز، طبعا ده الاستاذ دكتور غنيم الفاوندر اوف رينال ترانسبلانتيشن والبايونير اوف رينال ترانسبلانتيشن، مش في مصر بس ده في الشرق الاوسط. ده احد المقالات الحديثه في 2013. هنا ثبتت رؤيه اهيت ان انا لما يكون عندي الماتش، يعني طبعا احنا ما بنزرعش تو مس ماتش في الدي ار، احنا بنزرع اتليست وان. يبقى احنا القاعده بتاعتنا في المركز هنا مركز كده في المنصوره، اتليست لازم يبقى فيه وان لوكس متشابهه في الدي ار، يعني ما بنزرعش 6 على 6 مس ماتش، يبقى الماكسيمم بتاعنا 5 6 مس ماتش، ولابد الدي ار يبقى ماتشد في اتليست وان. فهنا هو ثابته اهي. لو انا بقارن ما بين الزيرو مس ماتش، يعني الناس متشابهين في الدي ار 100%، ولا واحد مس ماتش، هتلاقوا ان ال 5 year survival ده 91% 86%، ال 10 year survival ده 77، ده 64. يبقى اذا كل ما كان الماتش فول ماتش في الدي ار كل ما كان الاوتكم احسن. وده طبعا بال 6 مس ماتش، ده ما عندناش 6 مس ماتش، عندنا الماكسيموم 5 مس ماتش. لو فرقنا بين ال 0 وال 5 هتلاقي ده 94 ده 85 79 69. يبقى اذا عندي الزيرو مس ماتش فارق قوي في الليفنج ريليتد، زي ما انتم شايفين معظم الناس عندنا ليفنج ريليتد. ده احد الداتا ريبورتس الانوال ريبورت من الاوبتن اس ار تي ار ريجستريز. لو جينا نبص هنلاقي طبعا كل ما كان في زيرو على 6 مس ماتش، يعني معناها فول ماتش، كل ما كان الاوت كام افضل. يبقى اذا بتفرق الجراف سرفايفل بتتحسن اكوردنج تو ذا ان ما كانش في مس ماتش. دي مقالة حديثة جدا منشورة في عدد ابريل من الترانسبلانت انترناشونال، بيقول لك rethinking the advantage of zero HLA mismatch in unrelated living donor kidney transplantation. تعال نبص على النتائج بتاعتهم. هنا اختاروا zero HLA mismatch ده في unrelated living unrelated 83، وجابوا لهم 407 من اكتر من zero mismatch، يعني كان بقى الرقم، وده matched group. لاحظنا هنا ايه؟ مفيش فرق في جرافت سرفايفل. طيب قال لك لا انا مش هاخد 83 معاهم قصادهم ماتش، انا هاخد 83 اللي هم الزيرو مس ماتش ومعاهم كل اللي اكتر من زيرو مس ماتش، وهنا كان 31000 برضه في الانريليتد ما فرقش، لكن في ريليتد ما زال الزيرو مس ماتش. هنا كان 9761 في الليفنج ريليتد ده زيرو مس ماتش يعني فول ماتش، وهنا اكتر من زيرو مس ماتش يعني ما هوش فول ماتش 96000. هنا واضح ان كل ما كان زيرو مس ماتش يعني فول ماتش كان اللي هي الاوت كام افضل. يبقى نخلص من هذه المقاله ان كل ما كانت تيش تايبنج افضل، لا ده راشنال تماما، لكن الداتا احنا لابد نبص للايه للبابليكيشنز. في الانريليتد القصه مش امبرسيف قوي، لكن في ريليتد ما زال الزيرو مس ماتش ده حاجه جميله. طيب ايه موضوع بقى اول تيست بنعمله في الايمونولوجي؟ هو يعتبر الكروس ماتش. يعني ايه وات از ذا ديفينيشن اوف كروس ماتش؟ هو تيست ان ذا سيروم اوف بوتنشال ريسيبيانت فور ذا بريزنس اوف بري فورمد انتي بوديز اجنست سنجل بوتنشال دونر ليمفوسايت. يبقى في منتهى البساطه بجيب دونر ليمفوسايت وبحطها في الريسيبيانت سيروم. لو الخليه دي فضلت عايشه بعد اضافه الكومبلمنت والكلام ده، اذا كنت هستخدم سي دي سي ديبندنت كومبلمنت او اذا استخدمت فلو سايتومتريك كروس ماتش فضلت الخليه ليفنج،
يبقى ده معناها ان العيان ده ما عندوش انتي تشيل انتي بودي اجنس الدونر. يا ترى الكروس، ما احنا قلنا اول كلى زرع كلى ناجح كان سنه 54 من ليفنج، وبعدين كادافريك 62. من 62 ل 69 ما كانش الكروس ماتش ده ستاندرد اوف كير او براكتيك او يعني كان هو بيتعمل لكل الحالات، لغايه ما جت المقاله دي بباتل وترازاكي نشروها في نيو انجلاند سنه 69، ووروا ان انت ما تزرع اجنس بوزيتيف سي دي سي كروس ماتش النتيجه ان 24 من 30 جرافت فيلير، وده نتيجة لو انت زرعت في نيجاتيف سي دي سي كروس ماتش. بعد البيبر ديت دخل الكروس ماتش في عالم الرينال ترانسبلانتيشن كستاندر اوف كير وروتين في كل الحالات. طيب لو انا زرعته وكان الكروس ماتش بوزيتيف، لو ما خدش احتياطات الامنيه من ديسنسيتايزيشن، ده طبعا بروفيسور رينكي من بريغام ميموريال هوسبيتال، دي حاله اهيت حصل فيها هايبر اكوت ريجكشن، وده الباثولوجي بتاع الهايبر اكوت ريجكشن، يبقى انستيد اوف ان العيان يطلع من العمليات زارع والناس كلها مبسوطه، لا ده السيستم كله بيبقى فايبريليتنج لان اتعمل جرافت نفريكتومي، اتعمل ترانسبلانتيكتومي بسبب الهيموراجيش. طيب ايه الميثودز اوف كروس ماتشنج؟ يبقى عرفنا الكروس ماتش، بجيب الدونر لينفوسايت مع البيشنت سيرم. ايه الميثودز؟ عندي لينفوسايت توكسيستي كروس ماتش اللي هو الكومبلمنت بين سايت توكسيستي اللي هو السي دي سي، عندي فلو سايتوميتريك كروس ماتش باستخدام تقنيه الليزر، عندي لايزا كروس ماتش، وعندي فيرشوال كروس ماتش. انا في الجزء الاول ده هغطي الاثنين الاولين بالتفصيل، والثالث ده هشير اليه، والرابع هناخده في الجزء الثاني من الفيديو تيب ده. اول خطوه بتتم هو فصل الليمفوسايتس. الليمفوسايت عينه بلاد اهيت هنا في اللاب ده في هارفارد كانوا مستخدموا الفايكول. الفايكول ده بيتضاف على البلاد بيعمل لي لايرز، اللاير التحتانيه خالص بتبقى الريد سيل وبعدين الفايكول، يبقى ده ريد سيل وبعدين فايكول وبعدين البافي كوت اللي هيبقى فيها الوايت سيلز وبعدين ده بلازما. يبقى انا لو حطيت البابيت بتاعتي في البافي كوت لاير اللي هي ديت اقدر افصل الليكوسايتس. انا عندي بعد كده في ماركس او ماركرز او بيدز، البيدز ديت لها ماجنتيك باور، فانا لما اضيف البيدز اللي لها سي دي 8 معناها هتروح تلزق على السي دي 8 سيل، يبقى السي دي 8 ده مميز للتي لينفوسايتس، يبقى ده فصلت التي. هوريكم ازاي بنفس التي لينفوسايت بعد شويه. السي 19 ده ماركر للبي، يبقى هيلزق في البي. طيب حطيت المارك بتاعي وحطيت انبوبه البلاد، ده مغناطيس، لما احطه واقلب المغناطيس خالص هتبقى في على جدار الانبوبه، لان هنا البيدز هتلزق في الخليه بتاعتها، فلو انا حاطط السي دي 8 بيدز هتلزق في التليمفوسايت، التليمفوسايت هتبقى هي اللي على جدار الانبوبه. لو حاطط السي 19 يبقى الليمفوسايت اللي هتبقى على جدار الانبوبه، يبقى انا كده فصلت الليمفوسايت. فصلت الليمفوسايتس او مضيف عليها زي ما حضراتكم شايفين كده، هضيف الايه السيرم بتاع الريسيبيانت، يبقى انا عندي دونر ليمفوسايت وضفت السيرم. ممكن يبقى في عندي نون بايندنج بروتينز وديت معمل وش هتروح، لكن لو البروتين دي بايندنج انتي بودز بايندنج هتلزق على الليمفوسايتس. ما تلزق على الليمفوسايت واضيف الكومبلمنت واعمل انكوبيشن واضيف ماده، لو الخليه اتكسرت بسبب ان الكومبلمنت ان الانتي بودي لازق على الليمفوسايت والكومبلمنت جه كسر الليمفوسايت، الخلايا الوول هينفذ الاستين فتبقى الخلايا تبان حمراء تحت الميكروسكوب. لا ما كانش فيه بايندنج انتي بوديز، وبالتالي الكومبلمنت المضاف الخلايا فضلت فايبل، ففضلت فايبل فمش هتاخد الاستين، هتفضل خضراء تحت الميكروسكوب. يبقى ده نيجاتيف كروس ماتش، ده بوزيتيف كروس ماتش. اوكي الفاليو اوف كومبلمنت من سايتوكسيستي، انا عندي قلنا قبل كده ان التي سيل ان كلاس 1 اتش الانجي موجود على كل النيوكليار سيلز ما فيها تي سيل، البي سيل ده انجن بريزنت سيل عليها الكلاس 1 وكلاس 2 اتش الانجي. فلو عندي بوزيتيف تي سيل، اهم جمله بقولها دلوقتي، بوزيتيف تي سيل كومبلمنت بين سايتوكسيستي كروس ماتش اذا ان ابسولوت كونترا انديكيشن تو ترانسبلانتيشن. واحد هيقول له طب ما احنا ممكن نعمل دي سينسيتايزيشن ودي معروفه بالاي في اي جي وبلازما اكستشينج وريتوكسيماب وخلافه. طيب هل بعد ما بتعمل ايه الغرض من الديسنسيتايزيشن؟ الغرض من الديسنسيتايزيشن هو تحويل البوزيتيف تي سيل سي دي سي كروس ماتش من بوزيتيف لنيجاتيف، وبعد ما يتحول لنيجاتيف اي كان بروسيد فور ترانسبلانتيشن. يبقى القاعده ثابته، يبقى سي بوزيتيف تي سيل كومبلمنت بين سايتوكسيستي كروس ماتش بوزيتيف از ان ابسولوت كونترا انديكيشن unless you desensitize the patients and convert the positive cross match to negative one. حلو كان. طب بنقراه ازاي في الايمونولوجي لاب؟
انا عندي الارقام هي سكور 1 2 4 6 8 او 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس. واحد معناه ايه؟ اقل من 10% من الخلايا ديد، ده بنعتبر ده نيجاتيف، ده كات بوينت. اكتر من كده بيبقى فيه قلق. اكتر من 10 20% دوت فور بوزيتيف، من 20 ل 40 يبقى ويك بوزيتيف، من 40 ل 80 بوزيتيف، 80 ل 100% سترونج بوزيتيف. يبقى اذا ما بتقرا الكلام ده في الايمونولوجي لاب بيتبص على نسبه الخلايا اللي ديد، اللي خدت الصبغه وبقت حمراء تحت الميكروسكوب. لو هي اقل من 10% انا بقول ده نيجاتيف كروس ماتش. اكتر من كده دخلنا في الرانكينج اللي قلناه ده. هل ده يكفي؟ لا، لازم الايمونولوجي لاب يقول لي عندي تخفيف كم من السيرم بيبقى الكروس ماتش بوزيتيف. يعني اذا قال لي ان الكروس ماتش بوزيتيف عند 1 الى 1، لكن لما خففت 1 الى 2 الكروس ماتش تحول لنيجاتيف، معناها ان التايتر اوف انتي بودي از فيري لو، وعشان كده مع الدايلوشن بيختفي تاثيره وما بيعملش الكروس ماتش بوزيتيف. غير ما يقول لي ده خففته 500 مره وما زال الكروس ماتش بوزيتيف. لو بصينا تحت الميكروسكوب لقينا الخلايا كلها خضراء، معناها ده كروس ماتش نيجاتيف، وان الخليه فضلت ستيبل وفايبل وما اتكسرتش وبالتالي ما خدش الستين. هنا 50-50 وهنا كل الخلايا حمراء، معناها ده سترونج بوزيتيف. نبص بقى على الدايلوشن بعد كده. الدايلوشن قيمته لو انا قلت 1:1 معناها ان انا اقدر انجح بسهوله وسلاسه ان انا اعمل ديسنسيزيشن. هنا مثلا النمبر اوف بلازما اكستشينج بفور ترانسبلانت مرتين، وهنا مرتين بعد الترانسبلانتشن، يبقى كده احنا في الايه؟ في سهل جدا. لكن تخيلوا بقى لو انا قعدت خففت البيشنت سيرم 512 مره وفضل بوزيتيف، عشان اعمل له ديسنسيزيشن محتاج اكتر من 12 مره قبل، واذا نجحت اقلبه نيجاتيف عاوز خمسه او اكتر. وبعدين في صعوبه كبيره جدا في الديسنسيزيشن لهذا البيشنت. حلو الكلام. What the value of both the PCL cross match؟ هل ال PCL cross match له نفس قيمة وقامة ال TCL cross match؟ It is relative. تاني كان absolute contraindication transplantation. لكن ده قيمته بتبقى موجودة خاصة في transplantation والnegative auto cross match. طيب ايه قصة ال PCL cross match؟ احنا قلنا ان class 1 موجود على مين؟ class 1 موجود على كل من ال T وال B. طب السؤال بتاعي، اذا كان موجود اذا كان ال T على class 1 بس، يا ترى تركيز الكلاس 1 اتش ال انجن اكتر على التي ولا اكتر على البي؟ لا، اوجد انه اكتر على البي. يبقى البي، يبقى ساعات الكلاس 1 ما بقاش اكسبريسد على التي، ما بقاش باين، ولكن او الانتي بودي اجنست كلاس 1 بقى سوري، هو كلاس 1 موجود على التي وكلاس 1 و2 موجود على البي، لكن ساعات السيرم بتاع الريسيبيانت بقى فيه ويك كونسنتريشن من الانتي بوديز، فوجود ويك كونسنتريشن اوف انتي بوديز مش هيتفاعل مع التي. لكن بما ان الكلاس 1 ده اكسبريسد بعنف على التي وعلى البي، يبقى كلاس 1 و2 الاثنين اكسبريسد بعنف على البي، يبقى ممكن الويك كونسنتريشن اوف انتي بودي بتاع يلزق على البي لينفوسايت ويكسرها لي. طيب هل هو لما يعمل لي بي سيل كروس ماتش، هل ده معناه انتي بودي يعني كلاس 2 ولا لو كونسنتريشن من كلاس 1؟ ايه الفيصل في هذه القصه؟ وهتفرق معايا في ايه؟ هتفرق معايا لو اثبت ان هو ويك كونسنتريشن اجنست كلاس 1 وبالتالي ما لزقش على التي سيل بس لزق على البي سيل، يبقى ده مش هزرع برضه العيان. لكن لو طلع بي ممكن ازرعه ويز اندكشن سيرب. يعني بنعرفها ازاي؟ بنعرفها بنعمل الكروس ماتش الاول ونشوف نتيجته، وبعدين نعيده تاني بعد اعادته مع اضافه انتي بودي اجنست البيتا 2 مايكرو جلوبلين. انتوا فاكرين لما قلنا كلاس 1 عباره عن 3 الفا تشين وواحده بيتا 2 مايكرو جلوبلين؟ يبقى انا لو ضفت انتي بوديز اجنست البيتا 2 مايكرو جلوبلين والكروس ماتش بعد ما كان بوزيتيف بقى نيجاتيف، معناها انه ده اجنست كلاس 1 وبالتالي ما عملش ترانسبلانتيشن. يبقى نعملها رسمه لحضراتكم. لو انا عندي التي نيجاتيف، البي نيجاتيف، بعد اضافه الانتي بيتا 2 مايكرو جلوبين انتي بودي نيجاتيف، يبقى ده نيجاتيف وده ما فيش انتي بوديز وبروسيل لترانسبلانتيشن. طيب لو كان تي نيجاتيف والبي بوزيتيف، انا عندي احتمال حاجه من اثنين، البي بوزيتيف يبقى كلاس 2 او ويك كلاس 1 او الاثنين مع بعض، او ما اعمل ايه؟ او ما اضيف انتي بودي اجنست الايه؟ البيتا 2 مايكرو جلوبين. لو كروس ماتش فضل بوزيتيف معناها ده مش اجنست كلاس 1 ده كلاس 2، يبقى ده يس ترانسبلانت. لو هو بوزيتيف بي ولما ضفت الانتي بيتا 2 مايكرو جلوبين بقى نيجاتيف، معناها ده كلاس 1 انتي بوديز، معناها كلاس 1 انتي بوديز. فبالتالي
انا لانه كسر كده كلاس 1 فبالتالي الرياكشن اختفى فده ما زرعوش. لو هنا بوزيتيف تي بوزيتيف في وبوزيتيف يبقى برضو نو ترانسبلانتيشن. يبقى اذا لما يكون عندي التي كروس ماتش نيجاتيف ده القيمه بتاعته التي نيجاتيف والبي بوزيتيف عاوز اتاكد البي بوزيتيف ده اجنست كلاس 1 ولا 2 اضيف الانتي بيتاتو مايكروجلوبلين اللي بيخلصنا من كلاس 1. لو فضل كروس ماتش بوزيتيف بعد هذا الكلام يبقى ده كان اجنست كلاس 1 وبس ويك كونسنتريشن وبالتالي نو ترانسبلانتيشن. هل ما هنا ليس لا يوجد خلل في الكروس؟ طبعا يوجد خلل وكل معمل لازم استاندردايز. فعندي فولس بوزيتيف كروس ماتش وده يعمل لي مشكله وخليني ما ازرعش العيان، وعندي فولس نيجاتيف كروس ماتش ازو فولس بوزيتيف لاب ايرورز اسكيب فروم ذا نيكست ويل اوتو انتيبوديز. النيجاتيف كروس ماتش ممكن يبقى لاب ايرورز ولو تايتر ومش لاقي خلايا كويسه فايبل بحيث اعمل عليها الشغل. يبقى لازم اعمل استاندردايزيشن للكومبلمنت ديمن سايتوكسيستي لانه في غايه الاهميه. جزء يعتبر ثورن ان ذا سايد يعني شوكه في ظهر السي دي سي كروس ماتش ان هو اوف لو سنسيتيفيتي. طب عشان نزود السنسيتيفيتي نعمل ايه؟ انهانسينج السي دي سي كروس ماتش، نزود الانكوبيشن بيريود، نعمل ووش، نضيف انتي هيومن جلوبلين بحيث لو انا عندي ويك كونسنتريشن من الانتي اتش ال انتي بوديز وضفت الانتي هيومن جلوبلين هتلزق على القصه دي وتكبر القصه فهتعمل لي الرياكشن يظهر، وده شيء مهم جدا للتي والبي. او ان انا الجا في الاخر للفلو سايتومتري كروس ماتش. ايه موضوع الفلو سايتومتري كروس ماتش؟ يبقى خلصنا من الكومبلمنت ديمن سايتوكسيستي وعرفنا التكنيك بتاعه وعرفنا الانتربريتيشن بتاعه. ده الفلو سايتومتري كروس ماتش از performed by incubation of patient sera with donor lymphocyte. يبقى برضه لازم اخد donor lymphocyte that are then stained with a fluorochrome conjugate secondary antibody anti IgG antibodies detected and measured by surface fluorescence of lymphocytes independent of complement fixation. دي احد الميزات بتاعته. يبقى اذا مش محتاج complement، لكن مشكلته بالنسبه لي ايه؟ انه high sensitive وساعات ممكن يبقى non specific. فده الكرتون بتاعه، ده الليزر ابلكيشن، وده الخلايا هي بعد ما تبقى انكوبيتد مع البيشن سيرم، وبنشوف القصه تبقى اكسبريسد. لو انا ما عنديش هنا الوقت اهوت الدونر لينفوسايت والبيشن سيرم وما عنديش انتي تشيلي انتيبودز، اللي هيحصل هيعمل لي الليزر البي مما يقع هيعمل لي رسمه زي دي بنسميها فلورسنس ديتكتور، وده الشانل الموجود. طب لو في انتي اتش ال انتي بودي دونر سبيسيفيك ايه اللي حصل في الشانل بعد ما كانت الجهادي؟ لا بقى اسمه شانل شيفت، والشانل شيفت ده بيدينا فكره عن الكروس ماتش بوست فنينجت. فده هي ده الجيتس بتاعت الفلو سيتومتري. يعني هنا مثلا ده سي دي 19 وده سي دي 3. السي دي 3 يمثل كلاس 1 وده كلاس 2 او البيتا، ده التي كروس ماتش وده البي كروس ماتش. فهنا الاثنين الويف دي هنا شمال اهي والويف دي هنا شمال، لكن شو البوست كروس ماتش للسي دي 3 جيت والسي دي 19 جيت ايه اللي حصل؟ شيفت للجهادي. واقدر اقيس الكلام ده الميديم بتاعه الشانل شيفت ده بيديني فكره عن. يبقى اذا الشانل شيفت هو ده المعبر عن البوزيتيفيتي في الفلو سايتومتري كروس ماتش. In some center positive T cell flow cytometry is a contraindication to transplantation، لكن احنا طبعا بنحترمه تماما في الريترانسبلانتيشن لان العيان مش هقول ان ده فولس بوزيتيف لان العيان هايلي سنسيتايز. طب لو العيان هو بيتحضر للترانسبلانتيشن اتعمل له ديسنسيتايزيشن بروتوكول فخد ريتوكسيماب، ريتوكسيماب انتوا عارفين ان هو انتي سي دي 20، يبقى معناها ده انتي سي دي 20 معناها كانه سبيسيفيك للقصه دي. فلما اجي اعمل فلو سيتومتري هيديني بوزيتيف، هيديني بوزيتيف شانل شيفت. يبقى لازم اتخلص من السي دي 20 سيلز قبل ما اعمل الكروس ماتش، وده باستخدام انزيم بسميه برونيز. طيب الاليزا كروس ماتش ده ايزوليشن اوف لينفوسايت وكاونتنج اوف لينفوسايت دونر سيل رياكت ويز سيرم فريسيبيانت سيل لايسس اليزا ران واشوف الريزلت انتربريتيشن. طبعا الكلام ده اعاده وتكرار تاني. يبقى استاذين يبقى هنا لو خدنا المثال الاولاني الستاندرد زيرو، الاتش جي زيرو، البي زيل بزيرو، والتسل زيرو، كله نيجاتيف، يبقى العيان نو انتي اتش ال انتي بودي بريزنت، لو ريسك فور هايبر اكوت ريجكشن اند بروسيد فور ترانسبلانتيشن. لو جينا نشوف اللي فوق الستاندرد كروس ماتش بوزيتيف، لما ضفنا انتي هيومن جلوبلين ده بوزيتيف، البي كروس ماتش بوزيتيف، التي سيل بوزيتيف، الفلو بوزيتيف، ده برضه سيرم ده هنا عكس التحتاني تماما، سيرم كونتين سيجنيفيكانت اماونت اوف انتي بوديز تو ذا دونر اتش ال اي هاي ريسك فور هايبر اكوت ريجكشن وترانسبلانتيشن از كونتر انديكيتد انليس وي ديسنسايد ذا بيشنس او نشوف له متبرع اخر.
لو الستاندر بوزيتيف والانتي هيومن جلوبولين بوزيتيف يبقى ده السي دي سي بوزيتيف، التي البي سيل نيجاتيف، الفلوت تي بوزيتيف ده بروبلي نوت انتي كلاس 1 انتي بودي اس بي سيل كروس ماتش شود اولسو. يبقى انا قاعده هامه جدا لما الاقي التي بوزيتيف والبي بوزيتيف والبي نيجاتيف، هو لو انتي كلاس 1 المفروض يشتغل على البي كمان، لان احنا قلنا في اباندنس الكلاس 1 على البي على التي. سو هنا هعمل بيرفورم فيرجر انتي بودي تيستينج فور انتي بودي سبيسيفيسيتي. لو المثال الثاني الفلو بوزيتيف والسي دي سي نيجاتيف، بروبلي وذ لو تايتر اوف انتي كلاس 1 انتي بوديز اند ريكوير فيرجر تيستينج سام ريسك اوف هايبر اكوت ريجكشن. الاخير ده البي بوزيتيف هنا وهنا والتي نيجاتيف، يبقى ده انتي كلاس 2 انتي بوديز or low titer of anti-class 1, check for titer of anti-class 2 as this may lead to hyperacute rejection. والمثال الأخير هنا 0 هنا كوير، يبقى عند نفط anti-immunoglobulin will be positive that there is likely an auto antibody. ونتكلم عن auto antibody في الحلقة القادمة. إلى هنا بأنصحكم يعني ياريت نسمع الكلام ده أكتر من مرة، لأنه مع التكرار القصة تتضح. وأشكركم على حسن الاستماع.